السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الدود، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرف ويشترك في القناة، واللي عنده اي استفسار او اي حلم يخش على صفحتي على اليوتيوب او على الفيسبوك يكتب له، ان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم. رؤية الدود يا جماعة رؤى محذرة. رؤية الدود الابيض لو شفتيه بيتنطور في المنام على هدومك او بيطير على هدومك الابيض الصغير، ده رزق، ورزق جاي لك كتير، تمام. ولو شفتي ان انت في ايدك دود ابيض، الابيض الصغير دون ان انت ست خيرة او انت راجل خير، بتطلع بايدك اليمين، اليمين مش الشمال، ده خير ببقى طالع منك لاي حد، انت صاحب خير وحاجات رزق بتطلعه كده لله، تمام. او لو شفت الدود الابيض طلع من على شعرك او كده، ده خير، كل ده رزق. الدود الابيض الصغير ده رزق، لو شفته في شقتك ده رزق جاي لك او ورثة هتاخده، تمام. اما لو لا قدر الله، اعوذ بالله، لو شفت الدود الاسود في المنام طلع من جسمك، اعرف ان انت كان في سحر، كان في حد عامل سحر، كنت مأذيه وربنا شفاك وعافاكي منه. لو شفتيه ان هو خارج من جسمك، او هو او الرجل شاف ان هو خارج من جسمه الدود الاسود. طيب لو شفت في المنام ان انت بتاكلي او ان انت بتاكل دود اسود في المنام، او حد حاطط لك اكل وفي دود، اعرف على طول ان انت ده سحر، او ان حد عامل لك سحر في اكل او في شرب، يبقى انت تحسن نفسك وتعمل معاذتين والرقية الشرعية وتحسن نفسك على طول. اعرف ان الرؤية دي محذرة لك ان في سحر، سحر في بيتك، حد عامل لك سحر، احذر اي حد تكون تاكل عنده. الرؤية دي تكون منذرة لك ان ده في سحر، ان انت هتاكل او حد عامل لك سحر. ده لو شفت الدود في الاكل وانت بتاكل او انت بتشرب، تمام. اما الدود عامة لو شفتيه الدود الاسود، الدود الاسود يا جماعة لو شفتوه في البيت او بكسرة او طلع من جسمك، ده بيبقى سحر وخرج، الحمد لله ربنا شفاك وعفاك منه. طيب لو شفتيه في البيت عندك، اعرف ان دي في سحر، او على عتبة البيت او في الاوضة او على السرير او في اي مكان. الدود يا جماعة الاسود لو شفتوه في على السرير او في قدام باب الشقه، اعرف ان ده سحر، في حد اذيكم بسحر لا قدر الله، والله اعلى واعلم. اما لو شفت انه خرج او ميت قدامك او حاجه، ان ربنا شفاك وعفاك من هذا السحر، تمام. ده الدود الاسود يا جماعه. اما الدود الاصفر اللي هو بيبقى دوده صفرة كده، دي دل على تعب، ان انت هتعاني من تعب او لا قدر الله معاناة في الجسم لا قدر الله، تمام. اما بقى الدود الابيض يا جماعة، زي ما انا قلت لكم في اول الرؤى، ان الدود الابيض الصغير ده خير ورزق كتير، سواء شفتيه على هدومك او على جسمك او على شعرك، ده بيبقى خير الدود الابيض الصغير، تمام يا جماعة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعه.